بعد عملية غضب بوما، منطقة حوض بحيرة تشاد التي تغطي جزءا كبيرا من المناطق الحدودية بين تشاد ودولة النيجر، قد أصبحت الآن خالية تماما من عناصر جماعة بوكو حرام الإرهابية. ولضمان أمن وحماية هذه المناطق الحدودية، جاء وزير الدفاع النيجري البروفيسور إيسوفو كاتامبي إلى منطقة عمليات الجيش التشادي بباغاسولا ولاية البحيرة. وهنا كان في استقبال الوزير النيجري الوزير المنتدب لدى الرئاسة المكلف بالدفاع الوطني والأمن والمحاربين القدامى وضحايا الحرب الفريق محمد أبلي صلاح، بجانبه القائد العام للجيش التشادي الفريق بكر عبد الكريم داود وحاكم ولاية البحيرة وعدد من كبار الضباط. فور وصوله عقد الجانبان لقاء عمل مغلق استمر زهاء الساعة والنصف. خلالها تباحث الجانبان سبل حماية حوض بحيرة تشاد والمناطق التابعة لها عبر تضافر الجهود من أجل وضع آلية مشتركة. وحين انتهائه من اللقاء، وزير الدفاع النيجري البروفيسور إيسوفو كاتامبي أكد بأنه جاء إلى باغاسولا ليقدم تهانيه أولا للحكومة التشادية والشعب التشادي باسم فخامة رئيس جمهورية النيجر يوسف محمدو على النجاح الكبير الذي حققته قوات الأمن والدفاع التشادية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية ضد جماعة بوكو حرام الإرهابية. كما أكد بأنه قد التقى نظيره التشادي للتباحث حول آلية مشتركة من أجل حماية منطقة حوض بحيرة تشاد. نحن كنا منذ البداية أيدنا ودعمنا عملية غضب بوما التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتنو، وكان هدفنا ولا زال التطهير الكامل لجماعة بوكو حرام الإرهابية. كما نأمل أن تشاركنا بقية دول الجوار من أجل هذا الهدف. لقاء سمح أيضا لحاكم الدفاع النيجري الواقعة على الحدود بين تشاد والنيجر السيد عيسى لامين أن يقدم شكره لفخامة رئيس الجمهورية وقوات الجيش التشادي على الجهود التي بذلت من أجل تأمين المناطق الحدودية بين النيجر وتشاد. هذا وعلى حسب وزير الدفاع النيجر فإن دولة النيجر لن تقف مكتوفة الأيدي وستشارك بجانب القوات التشادية في التصدي لأي عمل إرهابي سيهدف منطقة حوض بحيرة تشاد التي تعتبر جسرا متينا للعلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين.